السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقبة بن نافع رضي الله عنه كان من قادة الفتح، من أعظم قادة الفتح الإسلامي. لما وصل إلى بلاد المغرب كان ينطلق بالفتوحات الإسلامية، يفتح من بلد إلى بلد حتى وصل إلى المغرب العربي، وصل إلى المحيط الأطلسي. كان في ذلك اليوم يقال له بحر الظلمات. وقف رضي الله عنه على حافة البحر، ثم سار وخاض البحر بفرسه، ثم قال قولته الشهيرة: والله لو كنت أعلم أن خلف هذا البحر أرضا أو رجالا لخذته في سبيل الله. الله أكبر، همم عظيمة وقادة عظماء. ولا شك أن تاريخنا الإسلامي مليء بهذه النماذج الرائعة، فما أعظم وما أحوج أن نلتفت لهذا التاريخ وأن نقرأ هذا التاريخ الإسلامي بتمعن، ونستخلص منه الدروس والعبر، حتى نسير على آثار هؤلاء الرجال العظماء الذين فتحوا مشرق الأرض ومغربها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير.